مثل الخير عليكم مشاهدينا الكرام، صح فطوركم؟ ان شاء الله تكونوا فطرتوا بخير وعلى خير. صح فطورك اسلام. صح فطورك نسرين. نسرين تعرفي يوم اللي جوار 380؟ ما جار باللومي؟ لا لا، واحد قصير ويجري بزاف. مصطفى كويسي. مصطفى كويسي، بدون اطاله نروحوا نشوفوا المقلب تاع اليوم وين حكمنا مصطفى كويسي لاعب المنتخب الوطني تاع الثمانينات. تابعوا معنا. مصطفى كويسي من أحسن مدافعي الجهة اليسرى في البطولة الجزائرية في سنوات السبعينات والثمانينات، شرف الكرة الجزائرية في عديد من المناسبات، واليوم راح يشرفنا بهذا المسحة اللي درناها له. جي دورونج تاع تشينا، واو! جاء وقت نيغوسياسيون وسي كويسي راح ينباهر بالسومة اللي راح تمدها له نسرين. Tu connais le, à peu près, tu sais, à malgré nous. Tu connais quand même la personne. Oui. Mon vécu, mon passé, même donc. Justement, je veux dire. Nous sommes on est dans le Wadi. Il y a une fourchette, une taille à 250. Tu l'as 250. Mais c'est le Khoussan. ميتين وخمسين مليون. ما راهش مآمن. صح توتي فاسيل. دوك نشوفو جي دورونج تاع تشينا، واو. لا جي دورونج تاع تشينا، واو الاولى. تعيط رانا في نزيد نعيط. Ah, c'est bien. Bon, donc je prends. Waouh! C'est bon? Waouh! Jus d'orange tartina! Waouh! Jus d'orange tartina! دونك واحد هالقوة الضاربة هكذا ما نزيدش نقول جو دورونج تاع تشينا. جو دورونج تاع تشينا يعني درت هذيك. القوة الضاربة. القوة الضاربة هكذا. هكذا انا درت هكذا. هكذا القوة الضاربة. هكذا ندير هكذا. لا لا كيف هكذا فاهم. هلا هي وهذه هكذا. هنا فوالا هكذا 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 زعما هنايا. هنا هكذا فوالا. القوة الضاربة آيه. القوة الضاربة ديرك. القوة الضاربة. جو دورونج تاع تشينا، ماشي بنان ماشي كيوي، جو دورونج تاع تشينا. جو دورونج تاع تشينا جبناها من هذه الجنينة. هكذا أبوبخي. أيه تخي بيان. ديرها كيما هكذا وحدها سون بهذه جو لابخون. نزيد نحكم ثاني. نحكم. جو دورونج تاع تشينا جبناها بهذا الجنينة. جو دورونج تاع تشينا. خلي لي هكذا جو دورونج تاع شحال. جو دورونج تاع تشينا شحال بنينة. أنا راح نلعبو. واش راك خويا؟ أمورك لاباس؟ كويس الحمد لله. والله الحمد لله. هذا اللاعب اللي إيه كويس قبل واي اكزاكتومون قبل احنا مع الخطيب ومع عبد الغني هذو كلهم احبابنا هذو. شو حالك يا شيخ؟ والله كان لاباس. والله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كويس يعني مازالك 100 100 يعني. مازالنا انا شديت شويه. ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظ ان شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك خويا تبارك الله. ديريكتور تاع الله يبارك. الله يبارك. لكن يا نسيم في شويه خلل يعني. اللي هو؟ هذا سيناريو معقد حتى انا راه عصبني والله. والله عصبني شويه حتى هذا السيناريو تحطي مع واحد شاب اللي هذا يعطينا سيناريو. صح هذا السيناريو هذا انتم اللي بعثتوا لي مسيو ديريكتور. انايا واش بعثوا لي في الميل درتو؟ لا اله الا الله. جبتوا ديك اللي تخدم مع صحتك يا نسرين. ما تعصبينيش يا خو. ما تعصبينيش والله. هذا سيناريو ما يليقش مع انسان زي هذا. هذا راهو شخصيه كبيره يا سنين. تجيب لي واحد صغير يا سنين اللي معروف حتى هذا راهو من قبل راهو قديم هلبه يا سنين. والله العظيم شوفي كيفاش معليش. ايه هذا راه قديم هلبه. جيب لي واحد تاع توا شاب يعني يلعب كوره كويس. المدير تاع العلامه قلقوا بصح على 250 مليون كويسي. يصبر يصبر بسلامته. القوة
انا لو كان انا قلت لك ندير لك بالعربيه ندير لك بالروميه لكن ما ينفعش راهو الواحد بتاعك السيدي بتاعك اكيد انه يكون عليه على ثلاثه لان ما ينفعش لان الشركه مولها واحد راه انسان واحد راه عنده عده فروع واللي هو هذا يهودي هذه هذه لازم نخمم عليها ما نقدرش يا سمير لا 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 ماشي على الدراهم بابا هذو دراهم سي دراهم سي سكون ليو سي هذا سي سا بو بوزي ان بروبليم انا بالنسبه لي اش قلت لك نسقسي وين هي المشكله قول لي انت المشكله لان هنا هنا في الجزائر ما يتعاملوش مع شركات يهوديه ما تعاملش مع النظام اليهودي انت تتعامل معنا احنا كاشخاص احنا شركات خاصه تاعك كنت تايا ماشي تاع انت راك جويف احنا من الجزائر على الجزائريين كيف تكتب معايا شغل في شروطنا ما على باليش انا انا درتها لي تيغ تو ما على باليش انا كاني اضرمت ولا شفت الكونترا هادي تاع اليهوديه وين خرجتوها لي من عرض كويسي والله غير احنا نحبوك ونعزوك يا بطل الجزائر ويا مشرفها احنا نقولوا لك سمح لنا بزاف بزاف والحمد لله كيما زعفت علينا صح رمضان اول مره في حياتي تقبضوا عليا ولكن الحمد لله ما غلطش هذا ماك ما قناعه انك انني تعادي تاع او احنا فوتبول فوتبول وما لعبناش ما لعبناش بورتو ماتش اميكال اون فرونس طحنا الاخر قال لك تبع ما نلعبوش باسكو لا غالب ما نتعاملوش معاهم لا غالب شكويسي لو كان دار لك بالك واش دار لك ما كنتش راح تسيني على هذه الوثيقه ما سينيهاش امبوسيبل امبوسيبل حبسها انا قلت لك قلت له هذيك ما نسينيها نحيها كاع ما عرفتهاش باللي عبريه هذه لا ما انتيش الكتيبه لا جي سونتي حسيت الكتيبه بديت قلت له هذا قال لي او مكتوبه عاود شفت عرفتها باللي تاع اليهود دونك هذه ما نسينيهاش صحه رمضانكم لكل الشعب الجزائري للأمة العربية إن شاء الله نجوزوه بخير وعافية ويعطيكم الصحة encore une fois vous m'avez